السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتو طيبين. يلا بقى ننزل بشغل العيد، شغل التصدير ب55 جنيه، تيشرتات زي ما احنا شايفين، سن محير، وعندنا النهاردة برضو عروض الأطفال، وكمان المقاسات الكبيرة، عندنا كل أنواع البلوزات، هتشوفوا أسعار حلوة قوي هتعجبكم. كمان النهاردة معانا البنطلونات بتاعت الصيف الحلوة الواسعة، تلبيس ل 120 كيلو. ده غير بقى كمان العبايات اللي هنتفرج عليها النهاردة، عايزاكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك. طيب احنا النهاردة موجودين فين؟ اول سلام عليكم. النهاردة موجودين في اسكندرية، سيدي بشر البحري، الشارع اللي احنا فيه ده شارع الحي. لو جاية حضرتك من هنا، جاية من القطر، هتيجي من ناحية الحي وتنزلي وكأنك ماشية ناحية البحر، تمام؟ هتمشي بعد اللي هو الجراج بتاع الاتوبيسات، هنلاقي كمان بازار مؤمن. الشارع ده اللي احنا هندخله النهارده، اللي على قيمته ايه؟ بازار مؤمن يا جماعه، تمام؟ يلا بينا ندخل الشارع ونشوف المحل اللي هنصوره النهارده. احنا اهو من اول الشارع اللي على قيمته بازار مؤمن، وصلنا كده يعني يعتبر قبل نص الشارع عند هدير ستور. في وشها برده مخبز الصفا والمروه. يلا ندخل نشوف النهارده الحاجات الحلوه اللي موجوده والعروض. مواعيد العمل يا جماعه للناس اللي بتيجي ان شاء الله في رمضان، تنورنا، كل سنه وانتم طيبين. خدوا بقى سكرين بيها. يلا ندخل. ازيك يا مدام هدير، عامله ايه؟ خليكم طيبين وانت طيبه، للناس يا رب طيبين، والاسره المسيحيين والمسلمين يا رب كلنا طيبين يا رب، ورمضان على المسلمين زي الفل. الله يخليك يا رب. كلوا البط؟ ايوه. كلوا الفراخ؟ ايوه. عايزين برضو نلبس شويه بقى ولا ايه النظام؟ لا لا لا، ده احنا نجيب لهم النهارده اشيك العبايات، عشان لو عاملين عزومات بقى وكده يستقبلوا الناس. بالظبط، انا قلت لكم ان انا في اول رمضان هنعمل معاكم فيديو، وفي اخر رمضان عشان ان شاء الله هنعمل معاكم فيديو باذن الله. دلوقتي احنا ايه مكاننا نقوله عشان الناس برضو. احنا مكاننا سيدي بشر بحري، شارع مجد العرب، متفرع من شارع الحي، الشارع اللي قدام للودي الحلواني بالظبط، اللي بعد شركه الكهرباء، عشان في ناس بتروح للودي القبلي، لا احنا اللي عند شركه الكهرباء، تمام؟ للودي اللي قدامه بالظبط بازار مؤمن. احنا أيوة. بندخل الشارع عند مخبز الصفا والمروه، محل طبعا هدير ستور. مكان تاني من عند بنزينة موبيل، من شارع جمال عبد الناصر، الشارع اللي بجنبه بننزل اول شارع شمال زي الفل، قدام مخبز الصفا والمروه، في نص الشارع عامة. حلو قوي الكوليكشن النهارده، انت شوقتيني وقعدتي تبعتي لي الصور امبارح، فانا قلت لازم اجي اصور بقى. مكسره الدنيا، خامه ما شاء الله، ماتيريال، سعر، يلا طبعا بينا. الحاجات دي بتتباع ب 300 400 بس انا حاولت اوفر. ايوه الخامه الحلوه والسعر زي الفل. واو، ادي كده اول حاجه، شايفة؟ بصوا اللي عليها الكتابات والحروف دي، هما لونين، هما اللون ده واللون ده. بس يلبس معاكي هو فري سايز، يعني يلبس ل 90 100، لان ليها حزام، بصوا ليها حزام كده، تمام؟ وشايفين الكتابه اللي عليها والرسومات اللي عليها الاسلامي دي، لونين شياكه قوي، الابيض والاسود. حلو، دي اول واحده معانا، دي اول واحده. دي تاني، شكل الاصفر فيها حلوه قوي، والابيض بصراحه الاثنين احلى من بعض. بصوا عامل ازاي، دي ممكن تنفع لمصيف، لمصيف وفي العيد تصلي بيها. ايوه، بدل الاسدال، حاجه جديده. حلو. الخامه بتاعتها على فكره مدام منى، ايه خامتها ايه؟ حلوه يعني، اللي ما تشفش وما تكشش. مش فوسكوز، لا هي فيها فتله سن حرير بوليستر علشان ايه ما تكشش. تمام تمام. في برضو شكل كده زي الدرس، ده ترندي قوي ده. ايوه اهو، شايفه عامل ازاي، حلو قوي، شيك جدا. في برضو منه ده، برضو زي الدرس كده، بس الدراع بتاعه عادي بقى. الدراع عادي، والرسومات دي شكلين، ده اللبني، عندنا الروز. واو، بصوا يا بنات، ده منى اللي احنا شفناها ده عامله 160 جنيه بجد والله، 160 جنيه سعر تحفه. يعني واحده امبارح جت بتاخد منها بتقولي ما بقاش في حاجه اسمها ميات دي. فعلا فعلا والله، يعني مش عايزه اقول لك، يعني تمام، انا شغاله عليها من امبارح وفي سحب منها كتير ما شاء الله، ربنا يا رب يحسن سوقهم. تمام تمام. بقى كمان النهارده بلوزات العيد جايبين برضو، نتميز بيك سايز. ايوه، والخامه دي فوسكوز على برضو فتله حرير. ما بحاول اجيب الحاجه اللي ما تكشش. حلو، اللي هو ياخدها وما يرميهاش. ايوه طبعا، يلبسها تاني. ادي كده لون اهو، تمام، وادي كده لون. كل دي مقاسات كبيره يا بنات، مقاسات كبيره اهو، ويا ستات حلوه قوي. بصي المقاس جميل، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة آخر إيافة والله. بصي يا مدام منى، يعني يلبس، مش عايزة أقول ما شاء الله، أنت ماسكاه كبير، الله أكبر، يعني حلو جدا. دي عاملة 160 برضه، 160 حلو، 160. تمام زي الفل. عندنا كمان البلوزات دي، دي مقاسات عادية، دي مقاسات عادية تمام، بس في مقاسات كبيرة، تمام زي الفل. أدي كده شكل أهو،
القلوب الحلوه دي. ايوه وده شكل ايوه ابيض وزيتي كده بسم الله ما شاء الله. في الوان كمان تانية يعني في الوان منها في كان في احمر في اصفر كان في الوان كتير حلوه قوي. وده برده شكل تاني اهو. كل دي قطنيات كل دي قطنيات كل دي قطنيات حلوه دي بقى اللي انا لابسه منها. شكلها جميل. ادي لون اهو حلوه قوي. ادي لون ما شاء الله الوانها حلوه كده ومبهجه. كل دي يا مدام منى مقاسات كبيره. انا هوريكي بقى المقاسات الكبيره كده المقاسات اللي هي العاديه. ندخل على الكبير ده. منها بقى المخطط ده ينفع الناس القصيرين اللي زي ينفعوا الحمد لله يا ربي يطولوني شويه يعني. بصوا الجمال شايفه حلوه وشايفه ايوه. ايه ده شيك قوي يا هدير. في الوان كتير من يعني وبصوا طويله ازاي. الناس اللي بتحب الستايل يا جماعه الطويل موجود اهو برده لرمضان يعني عايز برده لبس كده عبايه لبس كده ايوه براحته طبعا حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. كل ده ايوه بدل 180 نزلها النهارده 170 170 متابعين مدام منى ايوه حبايب قلبنا طبعا. زاد بقى الهاي ويست ده للبنانيت بقى وحاجه برده اوفر سايز على فكره. دي على جيبه على بنطلون اللي بتحب بنطلونات الليجن كده تحفه تمشي تتقمع بيها تتقمع تتقمع بصوا الجمال حلوه قوي ما شاء الله. دي شكل تاني يعني احنا جايبين البنات والستات النهارده هنفرحكم كلكم. شايفه جميل زي الفل. كل ده 150 جنيه 150 وبس يا بنات تحفه حلوه قوي يعني تحفه بجد يعني شايفه ايوه جميل. انا شايفه البنوته دي هدير لافته نظري قوي هوريها لك عارفه ان هي لافته نظري قوي. بصوا الحلويات الناس اللي بتحب بقى ايه التيشيرتات. الله اشكال حلوه يعني ده يلبس محير حلو ده يلبس محير دي وسعرها حلو قوي 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 حسوله قوي. شايفه البنوته شايفه ويلبس على فكره ملبس كبار ايوه انا شغلت منها كمان نص كم شايفه. بصوا اشكال بقى كل واحده عليها صوره بنوته لا دي مش بنوته دي ايوه جميله جميله حلو. كل الاشكال دي ايوه 110 110 التيشيرت ده كل ده 110 لا تحفه طبعا جميل جميل تحفه كل ده 110 حاجتنا مش موجوده عند حد في اسكندريه. احنا ناس متميزين لان احنا ما بنجيبش من اسكندريه احنا ناس سبيشال بالظبط عشان كده بنغيب نغيب ونرجع ايه استنونا في عرض ال 55 يلا بينا. احنا لازلنا في اللوك الرمضاني واللوك الصيفي عامه. عندنا البنطلونات الواسعه دي ايه القمر ده بقى قوي ايه ده ومش زي اللي في السوق الفسفس اللي هو بيكش ده معلق ده كمان برده فتله حرير حلوه قوي ما شاء الله عامل كده رايح جاي ده الابيض في اسود بتاعه حلو تمام. في عندي الفوشيا جميل جدا وعندي الكحلي والبيج تمام ده من الموديل ده تمام. في بقى دول برده ده تلبيس لكام ده 120 كيلو لغايه 120 كيلو 120 كيلو و 120 جنيه و120 جنيه بنت لونين من ده تحفه طبعا الوانه موجوده. وادي ده برده بصي بعدها من على العسل على الجميل ده في منه برده لون تاني ايه ده ده برده جميل قوي حلو و120 جنيه. بصي الوسعه قد ايه وفي نفس الوقت مريحه عليكي وشيك لابسه حاجه شيك وخامه نظيفه. السنه دي اغنيات عشان الصيف جاي حر وتقله ماشي يا مسهل يا رب. شايفه ده بقى اخر جميل شايفه زي الفل. في الوان برضو في الوان كتير منه اهي ادي حاجات زي كده شايفه حلو قوي ما شاء الله. وفي برضو ده كل ده 120 جنيه 120 جنيه بس 120 زي الفل تمام. الناس اللي بتحب كمان الالوان الفرايحي كده موجوده حلو. الحلو ان المليانه تلبسه ورفيعه كمان تلبسه عادي. في استك هو في شداد في استك الاثنين يلبسوه حلو قوي. بصوا الشياكه الناس بقى اللي هتيجي على اللون اللي جاي ده بس بصي ايه ده بقى كل الناس هتيجي على اللون ده لا والله ما هو كده لازم حته واحده تلاقي الناس كلها جايه عليها. هي الدسته بتيجي مشكله كلها على بعضها انا ما بعرفش ايه اللي جواها فدي قطعه انت وحظك بالظبط كده تمام. ده بقى للمتابعين حاجه كده لقطه ايوه ايه بقى تيشرتات محيرات من 12 16 18 و14 كمان نادي ده تصدير تمام. دي اشكاله تصدير. في اشكال تانية جايه النهارده برده مدام منى تمام. كل ده عشان الناس اما تيجي تلاقي حاجات كتير
بصي بصوا الاشكال شايفه ده لولادكم بقى على العيد طبعا خروج ده. ايوه جميل قوي. 55 جنيه 55 مقاسات صغيره 7 و8 وفي 4 برده ب 55 تيشيرت قطن تصدير تحفه. اشكال كتير وفي اشكال تانية ان شاء الله جايه النهارده. وفي اسمه ايه ده باز يطير ده ولا ايه ودي ما هو دي اللي هي ايه المقاسات اللي هي الاشكال الصغيره ده في بكم كمان ده اهو بصوا في كات برده ب 55 ايوه واللي بكم نفس سعر النص كم حلو تمام اهو ودي ودي اهو ميكي جميل ميكي ينفع بناتي ده ايوه حلو قوي شايفه ده جميل. في اشكال كتير على البيج عندي برده بالاشكال اللي كانت موجوده واللي هتيجي تاني النهارده ب 55 ده كده اول حاجه في عرض ال 55 55 ايوه كل دي الاشكال تمام أيوة. تيشيرت الحريمي ده بخمسه ده بيجامه دي ولا ايه؟ لا ده تريكو ماشي تمام. ندخل بقى على ايه؟ في اللي هو سبايدر برضو طبعا اللي احنا اتشهرنا بيهم دي تيشيرتات دي هدير برضو دي مقاسات ثلاثه حلو ده تيشيرتات بس 55 دي عشان خروج برضو بنفس سعر الاطقم اللي انا بنبيعها ب 55 ودي تنفع في العيد عشان العيد برضو مش ساقعه ولا حر يعني ناس كتير اشترت منها مدام منى عشان هم كانوا طالبين مني اللي بكم عشان خايفين احسن الجو طبعا عشان الولاد برضو حلو هنقول بقى ايه العرض بتاعنا بتاع الترنجات اللي مكسر الدنيا ده احنا الفيديو بتاعنا ده بسم الله ما شاء الله دربك الدنيا كلها عايزه اقول لكم ناس جات لنا من اخر الدنيا بصراحه وطلعنا منها جمله الحمد لله اماكن كتير ده الليبل بتاعه ديزني حلو قوي خلاص ده مقاسات انا بس خالص عندي مقاس 8 يعني اللي عندي موجود اتنين ايه 2 4 و6 2 4 6 ادي شكل اهو وبكام الامرايه دي الامرايه دي ب 55 جنيه على مبدانا ايوه اصفر ازرق احمر بصوا الوان كتير تمام؟ كتير في اشكال بقى تانية اهي في بناتي وفي ولادي هنشوف الولادي الاول اهو تمام ادي الشورت بتاعه اهو خلاص حلو خلاص ده شكل تاني وادي شكل تالت بس زي ما قلنا 2 4 6 المتوفر المتوفر ايوه بس انا منى وده كمان ولادي في بقى بناتي بقى ده الولادي اهو ده هادي و هادي وفادي هادي وفادي ولا شادي باين شادي وهادي حاجه انت قلتي المره اللي فاتت هادي وشادي شادي وفادي باين المهم دول كلهم 55 الناس اللي بتسال على الخامه وبتامني وبتحلفني ايوه قولي والله الخامه اهي الخامة قطن كل اللي اشترى الناس اللي اشترت دي كلها مش ناس يعني بالظبط ده انا اقول لك جالي منين بعنا بعنا الناس كتير قوي بسم الله ما شاء الله بس في موجود كمية الله اكبر عندنا برضو ايه للبنات للبنانيتي بقى الحاجات الحلوة دي في شورت ايوه وفي بنطلون وبرده ب 55 برده ب 55 احنا على مبدأنا مش هنزود عندنا حاجات عالية انما ده بنقول الحاجة بنتغير الصيف عايز كتير تمام فبنغيره زي الفل في حاجات هوريها لكم برده ادي ده برده قوس قزح ده قوس قزح ايوه ده بنطلون برده ده من 2 ل 8 ده بالنسبه للبناتي ده للبناتي بقى بناتي فيه لغايه 8 عادي في بناتي وفي برده ادي الشورت ده تمام ايه رايكم في عرض ال 55 يلا بقى اللي قاعد دلوقتي يعمل شير للفيديو ويعمل لايك مكان اسكندريه وسيدي بش ايوه مكان اسكندريه وسيدي بش بس في شحن شحن محافظات واقف في رمضان يا مدام منى والله الايام دي في رمضان علشان هم عندهم ضغط فبيقلبوني عبال ما بيجوا ياخدوا الشحن يبقى بعد رمضان باذن الله نكمل تاني كل حاجه هتبقى مفتوحه باذن الله هنا في اسكندريه لاي مكان المندوب موجود زي الفل كل حق يعني كل واحد مكانه بسعره ماشي بقى حاجه ثانيه نوعيات ثانيه البيجامات محيرات اللي هو سن كام وكام بقى 12 14 16 18 لغايه 18 سنه ايوه والسعر مش هقوله غير في الاخر ماشي بصوا يا بنات حلوه قوي الخامه بتاعته اللي هي نينو اللي هي يعني مش بصوا الشياكه والجمال ايه الحلاوه دي المصانع العاليه الزبده ار معروفه طبعا زبده ار طبعا تمام ادي هي كده ده مقاس اصغر مقاس ده قصده 12 ده 12 12 سنة ده عامل زي سويت بانس شيك قوي على فكره خامته جميله وهو طالع كده باين تمام ده مقاس حلو ده لون بقى ده لونه بمقاساته اللي مكتوب عليه 16 اهو 18 12 14 16 18 تمام نشوف برده موديل تاني موديل الايس كريم باربي برده محيرات ايوه ده في منه 12 14 16 18 بص ده جميل قوي عسول خامه تحفه جميل على فكره هي بجامه العيد مش والله عن الخامه بتاعت ال 55 بس بقى عشان محيرات وعشان ايوه طبعا تمام تمام برضه. الوان جميله منه البيبي بلو والسيمون ايوه هما اللي نين تقريبا بس البنطلون بيختلف تمام حلو قوي
بنات، ده برضو شكل تاني اهو، دبابيس. ادي بنطلون، اه دبابيس. شايفه بنطلونه حلو قوي. بتفرق بقى ان في ازرق، الدبوس اصفر، يبقى البنطلون البنطلون اصفر، الدبوس اورنج، البنطلون اورنج، وهكذا بقى. كل دي يا مدام منى محيرات، حلو قوي. 12 ل 18 سنه، وبكام معانا؟ كله بقى كده المحيرات عندي عامله 160 جنيه. 160 جنيه بالنسبه للبنات. عندي محيرات ولادي عامل 170. تمام. عشان بيتوصوا بالولاد شويه. ايوه ده الولاد بقى. شوف الولاد ده 4 6 8 10 اخره 10. ايوه ده اخره 10. حلو قوي. ده اصغر مقاس زي الفل. تمام. في بقى منه المنت، الله حلو قوي، بنطلونه اخضر، وفي منت بنطلونه اورنج. حلو. وفي منت بنطلون بيتي، وفي اورنج بنطلونه منت. في مون. تمام. تمام. ده عامل 145 جنيه. 145 جنيه من 4 ل 10. عندي حاجه ثانيه 12 ل 18، دي اللي هي عامله 170، ولادي برده هنشوفها. تمام. السن المحير ده اكبر حاجه في الصبيان. حلو قوي اهو. ده بنطلونه برده عامل سويت بانز، ده عامل 170 جنيه، ده اكبر مقاس. تمام. وفي منه ادي 14. ايوه. وادي 16 وفي 12. تمام. 170 جنيه. الحاجه الوحيده الغاليه عندي بالنسبه للحاجات العروض. تمام.